بخير على خير، نتمنى تكونوا بخير. المهم اليوم جيت لكم بواحد الوصفة غزالة، هي سابلي مي ماشي بالزبدة، بالزيت، وكيجي زوين. وغنشوفو غنديروه سابلي بالكراميل وباللوز، مفيني بالكراميل وباللوز، وحدين غنديروهم بالشوكولا. كيجيو غزالين هائلين، ضروري تجربوه. خليكم معنا في الفيديو باش تشوفوا المقادير وتشوفوا الوصفه. الناس كنبداو بالسوائل البيضاء، كاس ضرب ديال الزيت، ثاني نص كاس، فاني، فرنسا ديال الملح، وكنحركو هادشي كامل، كنطربو مزيان، وعاد باش كنبداو نزيدو الطبق شويه بشويه. نضربوهم مزيان حتى ينسجموا، دابا نبداو نزيدو في الدقيق بشويه حتى تجمع لينا العجينه. نبداو نزيدو في الدقيق ونضيفو خميره، وكنبداو نجمعو في العجينة بشوية بشوية. البنات باش كتجمع عندنا لاباط العجينة ديال الصابلي، خاصها تكون ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، شويه ديال الدقيق. البنات لاباط ديالي وجدات، كتجي هكا، كتجي رطبه وزوينه غزاله. المهم نخليوها ترتاح شويه وعاد باش نطلقوها. خليكم معنا. العجينه ديالتنا هي من بعد ما ارتاحت شويه، غبرنا سطح العمل، رشنا شويه دقيق باش نطلقوها. دابا غنطلقوا. تقدروا تدوبلهم على حساب الكمية اللي بغيتو نتوما. المهم غندير الشكل الأول، شوفوا
انا اخترت هذا الشكل من هنا تقوم من خالي. هادو هما السابلي بعد ما قطعته ودرتهم في اللاطه. دابا غادي ندخلهم للفران ديال الدار. العافيه تكون مهيله متوسطه من التحت يعني مره تراقبوهم حتى يولي لونهم صفر بيض ماشي جيد شي شويه. يجيو غزالي من بعد ما خرجت الصابلي من الفران قديته على هذا الشكل فينيتو بالزنجلان والكراميل اللي سبق لي وجدتو معكم في فيديو. والشكل الثاني درتو بالكراميل وحدة على وحدة وزيفغيتو بالشوكولا. وهاد الشكل حتى هو درتو بالكراميل والشوكولا زيفغي. كيجي غزال غزال ضروري تجربوه.